تنص على واحد العقد اللي غادي يتم توقيع ديالو واللي غادي يوضح هاد النقطة. ما يمكنش أي مؤسسة تلزم الأسر باش تشري من عندها الكتب. يمكنش. إلى تتذكروا كان واحد التقرير ديال مجلس المنافسة اللي أكد على هاد النقطة. ولهذا في هذا العقد اللي غادي يتم غنوضحوا ايضا هذه النقطة باش هذا ما يمكنش يكون نلزموا ونوضحوا هذه العلاقة ما بين المؤسسات الخصوصية والأسر تكون واحد العلاقة شفافة واضحة ديال الحقوق ديال الواجبات وهذه الواجبات الحقوق تكون واضحة ايضا ديال الأسر. والنقطة اللي احنا ركزنا عليها هي بعض الأحيان كانوا مشاكل في انتقال التلاميذ باش نعطيوهم لسميتو حاولنا كل ما يمكن نجعلوا المصلحة ديال التلميذ فوق كل الاعتبارات. وهذو من النقاط الأساسية اللي غادي يجي بها هذا العقد.